هاجي اعمل البوتاجاز دوت، هغير له اشعال وفني وسوست وتيه للاشعال، الاشعالات اللي هي واقعه، وداني بركب فني اهوت عشان بيهبب، وبركب وركب اشعال البوتاجاز، وبركب الفنيه ديت اللي عندي بتهبب، وكانت دي برضه بتهبب، وعملت لها الفنيه برضه نفس النظام، والعين ديت بركب لها تيله تاني، بركب لها تيله عشان دي كانت واقعه، كانت واقعه خالص كده، فركبت لها سوسته وتيله، وقفت بقى في مكانها اهيت وكده. والاشعار ده انا غيرته عشان كان بايظ ما بيرقطش. انا بشتغل في المهنه دي بقالي 30 سنه، وشغالة فيها من زمان يعني، والحمد لله يعني. نعم الحمد لله. في